بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما حدث اليوم في البحرين حقق إنجازه قبل أن يأتي يوم. نعتقد أن آل خليفة طوال التاريخ حاولوا أن يزوروا التاريخ وأن يقولوا إلى الناس أن لا يوجد يوم إلى الاستقلال ولا يوجد يوم وطني، وإن كان هناك من يوم وطني فهو اليوم الذي تنصب فيه الأفراد من عائلة الخليفية كحكام في البحرين. في يوم 14 أغسطس 2013 باءت كل الجهود، جهود التزوير وتحريف التاريخ بالفشل، وبات يوم 14 من أغسطس من هذا العام وفي كل عام يوما وطنيا يحتفي به كل المواطنون، ولكن النظام الحاكم لا يقيم احتفال باليوم الوطني ليوم الاستقلال، بل يمنع ويقمع من يحتفي بيوم استقلاله. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن النظام الخليفي نظام عميل وتابع، لا يريد سيادة للبلد ولا يريد للبلد أن يتمتع بالحرية. هذا أولا. ويصدق هذا الادعاء زيارة الدكتاتور حمد إلى هنا إلى كاميرون، حيث أنه يستعين بقوى الاستعمار من أجل قمع الشعب الذي يريد أن يحتفي بالاستقلال. الأمر الثالث الذي يدلل ويعزز هذا الرأي وهذا الادعاء هو ما قاله الدكتاتور حمد نفسه قبل أكثر من شهر حينما زار لندن، وقال نحن أي الكيان الخليفي لم نكن لولا دعم هذا الاستعمار الذي نتطلع إلى توسع في وجوده وفي خدماته وفي علاقاته. وبينما يقمع الشعب الذي يريد أن يحتفي بيوم الاستقلال يريد أن يقيم احتفالات بمرور 200 عام على علاقته بقوى الاستعمار. إذن هنا تجلت الحقيقة وافتضح النظام، ولم يعد أحد يتحدث عن أجنحة إصلاحية أو أجنحة دكتاتورية، وإنما هم كلهم جناح واحد عميل وتابع. الأمر الثالث، تقرر هذا اليوم أنه يوم وطني يفتح ملف السيادة وملف الحرية ليس فقط عن الاستعمار وإنما حتى عن الاحتلال السعودي الذي ما زال هو متواجد. إذن فنحن منتصرون برفع هذه الراية، منتصرون بتثبيت هذه الحقيقة، منتصرون بإفشال هذه المؤامرة، منتصرون. وأحد معالم الانتصار هو أن لا تستسلم، ليس بأنك لا تقمع. حينما يتحدث أحد عن ثورة الإمام الحسين فانتصارها ليس انتصارا ماديا، إنما انتصارها بأنه لم يتخلى عن الحق ولم يهن ولم يضعف ولم يتنازل ولم يتردد ولم يقبل بالذلة. وهذا هو شعبنا، عزيز كريم سيواصل ثورته، لن يقبل بالمذلة ولن يقبل بالمهانة ولن يصالح الاحتلال ولن يهادن الاستعمار، ولن يقبل إلا بسيادة وكرامة واحترام لا عرض وقدسية إلى مقدسات. وهذا ما يدافع عنه وسيضحي من أجله حتى نيل الانتصار الساحق والموعودون به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.